اي نوته، اي نوته نجيبها، اي ميوزك شيت تجيبها، هتطر في كذا حاجه كده، كذا اجراء لازم تتخذهم قبل ما تقرا النوت. مش شوف دو دو دي سول دي مش عارف. لا لا لا، في كذا اجراء كده. اولا طبعا بتلاقي مثلا في الاول اي نوته موسيقيه بتبدا بايه؟ بمفتاح. اي مفتاح؟ لا، بتبدا مفتاح، مفتاح سول، مفتاح مثلا فا. وخدي بالك في كمان مفاتيح تانية، في مثلا مفتاح زي دو التو، مش كان هنا الدو الوسطى لما اتكلمنا على الجراند ستاف كان 11 خط، خمسه فوق خمسه تحت وواحد بدوين وفي النص، هم دول 11 خط بنسميهم الجراند ستاف المدرج العظيم. ده ليه المدرج العظيم؟ ايوه عشان يكفي لي البيانو. البيانو سبع اكتاف، سبع طوابق، سبع اكتاف حاجه كده. 11. والبيانو لو تخيلنا البيانو هتلاقي فيه بتقسم بقى صوتيا فيزيكس، يعني بتقسم ثلاث مناطق بيسموها اللو فريكوانسي. اللو فريكوانسي النغمات الغليظه على شمالك خالص، الميدل المنطقه الميدل، والهاي فريكوانسي اللي هي التردد العالي. عارفين ده؟ انت في النهايه بقى معاك اله ثانيه غير البيانو، انت بتعزف في منطقه من البيانو اللي هو منطقه صوتيه فيزيقيه، اللي هي منطقه صوتيه من المساحه بتاعه البيانو دي كلها. يفترض ان المفتاح ده هو اللي بيقول لك انت بتعزف في انهي منطقه، النطاق الصوتي بتاع التك هو في انهي منطقه من ال 11 دول. لا هعزف كمانجا، لا يبقى كمانجا يبقى لازم حضرتك تلاقي مفتاح سول. مفتاح سول ده اللي هو الخمس خطوط بتوعك، النطاق الصوتي بتاع التك. هلعب جيتار كذلك الهاي فريكونسي، بقى الالات الهاي فريكونسي كلها، كمانجا، جيتار، انون، عود، حتى العود بيبقى صوته دافي كده. ده الماتيريال اللي دافي، لكن هو نفس التوناليتي. تلعبي الوتر الرابع سول مثلا، هو نفس السول الثالث على الكمانجا، هو نفس التراد. العود صوته دافي، ايوه عشان هو الماتيريال نفسه بتاع الاوتار والفيزياء بتاعته، لكن هو نفس التردد برضه. العود يقرا مفتاح سول، القانون، الابوة، الكلارنيت، الالات اللي صوتها رفيع اللي هي الالات الهاي فريكونسي. طب انا هعزف تشيلو، لا حضرتك بقى تشيلو بقى لو هتعزف في التشيلو عادي هتعزف هنا كده، ولو هتلعب بوزيشن كده تحت وبتاع في العالي بتاع التشيلو يعني بنكتب في مفتاح اسمه مفتاح فا اللي هو بياخد مفتاح دو التو حتى المنطقة الوسطى في البيانو اللي هو بياخد خمس خطوط. بيبقى عامل كده، بيبقى مفتاح كده اسمه دو. مفتاح دو ده يعني بيتكلم على خمس خطوط الوسطانيين من المدرج. احنا دلوقتي هنلعب بيانو بقى، يعني هم بتوع البيانو بس اللي مظلومين، لان بتاع البيانو هيقرا الجراند ستاف كله زي ما احنا شفنا، بيقرا الجراند ستاف كله. بتلاقي الخط الواحد في البيانو بيبقى دبل خط، ايده اليمين وايده الشمال بالتناوب وماشيين مع بعض بالتوازن. هنلعب كمانجا، هنلعب آلة بقى، لا العب النطاق بتاعتك. اوكي انا دلوقتي معانا جيتار، معانا كمانجات، يبقى احنا يلزمنا مفتاح سول. اللي عاوز أأكد عليه النهارده، اي نوتة في الدنيا هتبدا بمفتاح وليكن سول مثلا، يا ليها حاجة مهمة جدا اللي انا المفروض ان انا اتكلم عليها النهارده، حاجة بيسموها الدليل. تاني مفتاح على طول، ايه الدليل ده؟ مثلا فاديز، فاديز ودو ديز مثلا، ده هو اسمه دليل. بس حتى من اسمه كده واضح اهميته، يعني دليل جايد قبل ما تقرا اللحن، ده جايد، ده المفروض انت بتعرف منه السلم، بتعرف منه السلم بتاع العمل كله قبل ما تعزف. وصلتن السلم كده وراح عزفه بتاع مقام ايه، مقام كذا، وراح مسلطن المقام كده، ودني تهيأت وبتاع وكده. يا للدليل ده، حاجه اسمها بنسميها الميتر بقى، اللي هي الميزان، اللي هو محتوى المزوره. تلاقي مثلا يقول لك 4 من 4، 3 من 4 مثلا. ده طبعا اتكلمنا على ده، طبعا بنسميه الميزان، الميتر ده اللي هو الميزان. ولو اللي هو الميزان الكومن اللي هو الشائع او الاكثر استخداما وبتاع، اللي هو 4 من 4، 4 انوار بتاع، ساعات يختصروا بحرف السي، سي اللي هو الكومن، يعني حرف السي اللي هو الكومن متر ده. حلو. وبعد كده يبدا اللحن، هيبدا اللحن.
انا تهيأت عرفت الميزان بتاعي ايه، ثلاثي رباعي ثنائي، هعد ازاي المزورة دي محتواها ايه، لان المزورة دي اللي هي وحدة ايقاعية هنلعب مقسومة دوم تاك تاك توم تاك الناس في الفرح هيسقفوا اربع سقفات بام 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 اللي هم الاربع نورات فانا بتهيأ من ده حد هيرقص، ما انت لازم تاخد الميزان ايه هتتحرك ازاي، لان الرقص ده بيتحرك بيعد بيعد. سيبك من ده بقى، لان انا هتكلم على الموضوع النهارده، موضوع الدليل اللي هو الدليل. احنا عرفنا طبعا السلم ميجور، يعني ايه سلم ميجور؟ يعني ابعاد معينه، الابعاد البينيه ديت ماشيه ازاي. ميجور يعني تطلع تون تون نص تون 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 نص، ده ابعاد سلم ميجور. تبدا منين بقى؟ مش مشكله، ابدا من اي نغمه وحقق لي الابعاد دي هيبقى سلم ميجور. طب الماينر بيبقى عامل ازاي؟ لا الماينر بقى احنا عارف جربنا الماينر، تطلع تون نص تون تون نص تون تون، دي ابعاد بينيه كده عشان اعمل لك ماينر، سلم ذو طابع مختلف تماما. عاوز اربط ده بقى كمان عشان في الموسيقى في الكتب الكلاسيك كلها تلاقيها بيتكلم على ميجور وماينر، بيتكلم على ريليتيف سكيلز، زي ما بقول ريليتيف سكيلز، كل ميجور له ريليتيف ماينر وكل ماينر له ريليتيف. لا احنا عايزين نربط ده بالجزء الشرقي بتاعنا، لانه في النهايه من كل المقامات بقى اللي انا هجيبها في الشرقي كلها هي مرتبطه بواحد من الثلاثه دول، مش من واحد من اثنين، واحد من الثلاثه دول، ميجور سلم ميجور سلم ماينر وسلم مسميه مقام الكورد، الكورد عندنا الثلاثه دول سموها الريليتيف سكيلز. الثلاثه دول قريب، يعني ايه قريب؟ يعني هيبقوا بنفس الدليل دوت. على سبيل المثال، على سبيل المثال مثلا سلم زي دو ميجور مثلا، ساندي دو ميجور مثلا في حاجه ديز او حاجه بيمول ما فيهوش حاجه، فهيروح عامل لي مفتاح سول مثلا او مفتاح فا او دو، ويروح كاتب لي الميزان على طول اللي هو 3 من 4 4 من 4 على طول مفيش دليل، فبعرف انه ده دو ميجور او واحد من قرايبه او واحد من الريلاتيف بتاعه. ماشي، ايه بقى حكايه الريلاتيف دي؟ افهم مهم الريلاتيف دي، كل سلم ميجور احنا هنتكلم الميجور هو الاساس دلوقتي، السلم الكبير يعني، كل ميجور لو نزلت تون ونص بيسموها ثالثة صغيرة هابطة اللي هي تون ونص، نزلت من النغمة دي تون ونص هتعرفي السلم قريبه المانير اللي بنفس الدليل. يعني ده دو ميجور مثلا، انزلي بقى تون ونص من الدو تبقى نغمتين، لا يبقى لا، يبقى سلم لا ماينر لا مانير هو بنفس الدليل ده، ما فيهوش حاجة برضه. ماشي كمان كمان دي الريلاتيف بقى، الكورد الكورد الريلاتيف بتاعه، انزلي بقى من الماينر اللي هي لا دلوقتي، انزلي 2 تون ونص بنسميها رابعه تامه، 2 تون ونص، نرجع 2 تون ونص من الله ناحيه الشمال في البيانو، من الله لا سول تون سول فا تون فا مي نص، يبقى المي، يبقى مقام كورد المي، مي فا سول لا سي دو بي مي، ده كورد مقام كورد كله نفس الدليل برضه ما فيهوش حاجه. دي فكره اساسيه لازم اكون انا اعرفها، حابب الميوزيك وبتاع، لازم ده فكره اساسيه. الريلاتيف سكيلز عارفين الكلام ده بيتعاد بس ولا حاجه، معلش اكد على معلوماتك. يبقى اي سلم ميجور، اي سلم ميجور ايا كان بقى، سلم مثلا فيه واحد ديز، ده سلم سول ماجور، سول ماجور، يبقى ايه قريبه الماينر؟ انزل تون ونص من السول مي، يبقى سلم مي ماينر، وانزل 2 تون ونص اللي هو رابعه تامه من المي، المي هتلاقي نفسك عند سي، يبقى كورد السي، يبقى كورد السي، يبقى سلم سول ماجور قريبه مي ماينر قريبه كورد السي. الثلاثه ده هم سميهم ريلاتيف في الكتب الغربي او في الاكاديمي حتى، هتلاقيه بيتكلم دايما في السولفيج غربي وقواعد غربي وبتاع، بيتكلم على ميجور وماينر، ميجور وماينر. لا طب انا هلعب رست وهلعب بياتي والعب حجاز، والمقامات في الشرقي بقى هتبقى جايه من واحد من الثلاثه دول، في مقامات كتير بتيجي من الكورد، فهو العلاقه هنا بقى، لان انا اول ما هفسر الدليل هفسره مع سلم ميجور الاول،
مع سلم اجوا. فبالتالي انا دلوقتي اقدر اعرف المنير قريبه والكرد قريبه واشوف طب هو انهي واحد في الثلاثه، ابص اشوف هو قافل ايه، قافل بقى الكلب الفينال عامل فينال، الفينال ده نغمه ايه؟ على النغمه بتاعه الميجور يبقى ميجور، على النغمه بتاعه الماينر يبقى ماينر، على النغمه بتاع الكورد يبقى كورد. ريليتيف سكيلز سريعا كده، بس سريعا كده عشان نصور وكده نموذج بس. يعني انا دلوقتي مثلا عندي واحده بيمول، فانا كموسيقي عرفت ان ده فا ميجور، السلم ده هو فا ميجور، او ايه بقى او ايه قريبه، انزل بقى شوف شوف ايه مانير وايه كورد. ها ري مانير مظبوط وكورد بس بالظبط كده، يبقى فا ميجور وري مانير وكورد لا لهم نفس الدليل اللي هو الغنوة اللي كنا بنقراها من شويه كده اللي كان فيها سي بيمول. اه سي بيمول ده اهي اللي كان فيها سي بيمول، سي بيمول ده اه ده فا ميجور او ري ماينر او لا كورد لا. الغنوة طبعا بدأت ده كانت في ري ماينر، واحد من الثلاثه دول محتملين ماشي. لا يسموهم ريلاتيف سكيلز. طيب في معضله كمان، انا دلوقتي انا بلاير، دلوقتي انا قارئ، انا ريدر دلوقتي بلاير، انت بلاير دلوقتي اه بتجيب نوته بنكتب لك نوته على السبوره وكده ونقعد نقراها مع بعض ويطلع لحن جميل وحلو جميل ماشي. ايوه عشان في حاله معكوسه دلوقتي لو انا بتكلم على الدليل عندي حالتين اتنين، حاله ان انا بلاير هجيب ميوزك شيت من النت حد هيكتب لي نوته فجبت كتاب، انت دلوقتي بلاير بمعنى انه انت هيبقى عندك دليل، مثلا هيبقى عندك دليل وهتبقى عاوز تعرف منه السلم. بيحصل العكس احيانا، مثلا مع حد زي حالاتي مثلا عملت جمله لحنيه انا اللي لحنت الجمله، فبالتالي انا في اللحظه دي انا عارف السلم بس عاوز اكتب لك الدليل بتاعه، فدي حاله معكوسه ماشي. اما ان انا بلاير بجيب ورقه ومكتوب فيها دليل، فيبقى انت عندك دليل وعاوز تعرف منه ايه السلم. او حد بيكتب مزيكا بقى، ده حاله مرحله بقى ادفانسد كده، ان انت هتكتب مزيكا هتالف ميوزك ليه لا. في الحاله دي هتبقى انت عملت جمله انت عارف اصل السلم، انت اللي عامله اصلا، بس هتبقى عاوز الدليل عشان تكتبه للناس، تكتبه نوته للناس ماشي. دي حاله معكوسه. خلينا النهارده سريعا كده ناخد الفكره الاولى، ان انا بلاير، انا النهارده بلاير. يعني ايه بلاير؟ يعني انت عندك دليل وعاوز تعرف السلم ماشي. في كلتا الحالتين عموما، يعني في الحالتين انت هتستخدم طول واحده، اداه واحده، هتستخدم اداه واحده يسموها دائره الديز والبيمول. يعني ايه دائره؟ لا هو تسلسل النغمات اللي انا عارفها بس بشكل مختلف شويه. طب هم جابوا القواعد دي منين؟ يعني عرفوها ازاي دي؟ اه طبعا ده التجربه الانسانيه بقى مع الميوزك. اما جم يدوروا يشوفوا ايه الميجور اللي ما فيهوش حاجه لقوا دو ماجور. طب ايه السلم الماجور اللي هيبقى فيه واحده بس ديز؟ فلقوه سول ماجير مثلا وهيبقى فيه علامه الفاديز. طب اثنين بتاع لقوه هيبقى سلم ري مثلا وهيبقى فيه الفا والدو، الفا ودو سول، الفا دو سول ري، الفا دو سول ري لا. فلقوا في تسلسل، حطوا لنا القانون، يعني عملوا لنا القانون ان احنا انجز، يعني اشوف النوته كده فيها كذا اه ده سلم كذا. قانون عباره عن ايه؟ عندي تول اسمه دائره الديز والبيمول. ايه دائرة الديز والبيمول؟ اه تسلسل بادئ من نغمة الفا، وخلينا فاكرين انه ماشي خمسات. يعني اذا كانت الفا دي رقم واحد يبقى خمستك ايه؟ دو، اه يبقى فا فا صولا سي دو، اه يبقى دو، يبقى النغمة الثانية دو، اه دو. طب لو دو دي رقم واحد يبقى خمستك ايه؟ سول، اه فا دو سول. ولو سول واحد ري، طب لو ري واحد لا، طب لو لا واحد مي، طب لو مي واحد سي. هما دول السبع نغمات بتوعنا برضو بس اترتبوا بالترتيب مختلف، انه بيسميها دي دائرة الديز. هلا باشا صفا بيه، وعليكم السلام.
سموها دائرة الديز. الديز والبيمول. لو شفت التسلسل من 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 اليسار لليمين من ناحية للناحية دي هتلاقيه ماشي خمسات. فا دو سول ماشي بقى. ماشي بقى. هتلاقيه ماشي خمسات. خمسات فا دو سول ري لا مي سي. ولو جبت التسلسل من اليمين لليسار هتلاقيه ماشي ربعات. سي مي لا ري سول دو فا. ربعات. لو جبنا التسلسل كده هتلاقي السي ربعتها مي ربعتها لا ربعتها. ده عشان لو نسيت يعني. ماشي يا دكتور. ماشي يا دكتور. ماشي يا حبيبي. باي باي. خد بالك من كورونا. ماشي. كده الاتجاه ده خمسات والاتجاه ده ربعات. ماشي. ايوه اعمل بيها ايه بقى الدايره دي؟ ايوه خد بالك. لا الدايره دي هي تسلسل العلامات، علامات التحويل في الدليل. ده هو التسلسل بتاع علامات الديز. يعني ايه التسلسل بتاع علامات الديز؟ يعني لو انت عندك علامه واحده ديز لازم تبقى فا. هنا مش عشوائي. عندي واحده بس ديز يبقى لازم فا. طب عندي اتنين ديز لا يبقى فا ثم دو. وبالتسلسل فا ثم دو. دي الفا اللي هي الخط الخامس اهي فوق فا، ودي الدو فوق الخط الثالث دو دو ديز. لو عندي ثلاثه يبقى فا ثم دو ثم سول وهكذا بالتسلسل. ماشي. طب انا النوته فيها معانا اسمه ايه؟ طيب النوته لقيت فيها بيمولات ما فيهاش ديز. يبقى حضرتك يبقى ترتيبها العكس. لو علامه واحده بيمول هتبقى السي اللي هي الخط الثالث بتاع سي على مفتاح سول يعني. علامتين بيمول يبقى سي ثم مي وهكذا. ثلاثه يبقى سي ثم مي ثم لا وهكذا. ماشي. يبقى دائره الديز والبيمول دي هي تسلسل علامات التحويل في الدليل، في الدليل بتاع اللي انا هعرف منه السر. ماشي. الاتجاه ده بتاع علامات الديز، الاتجاه ده بتاع علامات البيمول. ماشي. اعرف بقى السلم ازاي. ايوه حضرتك. حضرتك لو النوتة اللي انت جبتها دي فيها علامات ديز هعرف السلم ازاي. شوف لي اخر علامة واطلع منها درجة في السلم. يعني ايه؟ يعني مثلا اخر علامة هنا علامة ايه؟ درجة ايه؟ الدو. ايه اللي بعد الدو في السلم؟ اهو السلم ده هو ري ميجور. ري ميجور. ري ميجور. تاني. تاني. لان الفكره هنا في الديزات غير البيمولات. في الديز اعمل ايه عشان اعرف السلم؟ شوف لي اخر علامه واطلع منها درجه في السلم. هو ده اسم السلم الميجور. خلينا فاكرين الميجور. السلم الميجور. عندي علامه واحده مثلا. شوف لي اخر علامه ايه واطلع منها درجه في السلم. يبقى ده سلم ايه؟ سول. بالظبط كده. اخر علامه دلوقتي هي علامه الفا. ايه اللي بعد الفا في السلم؟ سول. يبقى السلم ده هو سول ميجور. ماشي. في الديزات بشوف اخر علامه واطلع منها درجه. هو ده اسم السلم الميجور دايركتلي على طول. طب وفي البيمولات، في علامات البيمول نفس الفكره، اشوف اخر علامه واطلع درجه. لا امال. لا العلامه قبل الاخيره هي اسم السلم دايركتلي على طول. هي اسم السلم. هي السلم على طول. العلامة قبل الأخير. دلوقتي مثلا هي سي مي لا. إيه العلامة قبل الأخيرة؟ مي. يبقى السلم ده هو إيه؟ مي بيمول. ماجير. هنا بقى بقول مي بيمول لأنها أوريدي بيمولات في الدليل. ما أقولش مي ماجير. لا ده مي ماجير ده فيه أربعة ديز. لا ده سلم مي بيمول ماجير. مي بيمول اهي حرف البي ميجور. تاني سريعا. تاني سريعا. لو في ديزات. ديزات بشوف اخر علامه ديز واطلع منها درجه. ده هو ده اسم السلم. لو بيمول العلامه قبل الاخيره حضرتك هي السلم على طول. في سؤال هنا لازم حد يسالني. انت بتقول لي العلامه قبل الاخيره. بالظبط كده. افرض هي واحده بس. صفه بي معانا. صح. قبل الاخيره.
طب هي علامه واحده مفيش قبل الاخيره، يبقى فا ميجور يا جماعه، يبقى فا السيل ده فا ميجور، بحفظه كده ما عارفه. دي حاله استثنائيه شويه مع القانون يعني اللي احنا ماشي. اه ماشي كانه لف لفته لف السيركل يعني. ماشي ماشي ماشي. اه خلاص انا عارف واحده بيمول ده الفا ميجور او واحد من قرايبي. يبقى سريعا في حاله الدي ذات بشوف اخر علامه واطلع منها درجه، ده هو ده اسم السلم الميجور. في حاله الميمولات العلامه قبل الاخيره هي اسم السلم الميجور على طول. ماشي. طيب بالمعنى ده عشان اختبر معلوماتك ناكد على المعلومه، فتحت نوته كده لقيت فيها ثلاث علامات ديز، فا ودو وسول، ثلاث علامات ديز. يبقى السلم ده ايه يا جماعه؟ ها لا ميجور. اه عرفتها ازاي؟ ايوه ما اخر علامه سول، ايه اللي بعد السول في السلم؟ لا اهو السلم ده هو لا ميجور. طب لقيت اربعه بمول، الاربعه بمول هيبقى سي مي لا ري، اربعه بمول ميجور. بس هنا لا بمول ميجور. ايش معنى هنا؟ عشان لا اوريدي بمول، ده هي اصلا لا بمول. ماشي؟ عاوز اطبق بقى الفكره الاساسيه بقى في الموضوع ده. انا دلوقتي عرفت ان السلم دهوت السلم ذو ثلاث ديز هو سلم لا ميجور او واحد من قرايبه. فكره القرايب الريلاتيف سكيل دي فكره مهمه جدا. لما اجي اتكلم في مقامات المقامات الشرقي كلها هتبقى جايه من واحد من الثلاثه. في مقام زي الرست مثلا انا جايبه من الميجور. مقام مثلا زي مثلا النوى اثر مثلا، لا حضرتك هتجيبه لي من المنير وتزود ربعيته تبقى ربع اوجمانتد فورس مثلا. طيب مقام زي البياتي والصبا والحجاز والكلام ده، لا ده هتجيبه بالكورد. فلازم اربط الثلاثه دهم، ربط الثلاثه دول هيبقى سهل كمان ان انا اقدر اعرف كمان الدليل في المقامات الشرقيه. مقامات الشرقيه كلها هم دول الثلاثه دولت الريلاتيف دول هم الاساس، الفكره اساس القانون. طب انا انت بتقول لي 3 ديز يعني لا ميجور، اوكي لا ميجور. او ايه بقى قرايبه؟ او ايه قرايبه؟ هنا بقى خد بالك يقول لك لا ميجور، لا ميجور تنزل تلت صغيره اسمها تلت. هنزل تون ونص ايوه بس تلت. يعني مثلا لا سول كده تون فا ديز مثلا. طب الفا ديز ينفع اسميها صول بمول؟ ما هي نفس النغمه. ليه؟ لانها لازم تبقى تلت. الله صول فا لازم اسمها فا. فا ديز بقى فا عاديه فا بمول. هو في فا بمول؟ طبعا في. لا تنزل تون ونص يبقى لا صول فا اسمها فا بس فا ديز مش كده؟ لا صول تون فا صول فا ديز نص. يبقى السلم قريب ده اهو. ده لا ميجور الفا ديز ماينر سمول ماينر فا ديز ماينر. ماشي؟ طيب من الفا ديز بقى من الفا ديز انزل لي بقى رابعه تامه، يعني انزل لي 2 تون ونص والتسميه رابعه، خد بالك بنسميها رابعه تامه. ادي الفا ديز اهي، انزل لي 2 تون ونص وشوف النغمه هنا هتبقى ايه، هيبقى مقام ايه كورد ايه.